سيدنا الحبيب رحمة الله طيب عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حجينا احتاج دقيقتين الى 3 دقائق. الان ذهب اخواني وبعد ان عاد قال انه وثقه ابن حبان، قال هو صححه الالباني. من سبق الالباني في التوقيت هذا؟ مجهول. قال وثقه ابن حبان. طيب الالباني ماذا يقول؟ ما منهج ابن حبان في الجرح والتعديل؟ وهل يعول على جرحه وتعديله الشيخ ابن حبان؟ لا شك انه من كبار الحفاظ، حفاظ الحديث، من علماء الجرح، ولكن له شيء من التشدد والتساهل فيما يبدو للباحثين في تجريحه وفي تعديله. أما تساهله في التعديل فأشهر من أن يذكر، فإن من قاعدته أن يوثق الرجل الراوي وهو مجهول عند جماهير المحدثين، لأنه بنى التوثيق على قاعدة فقهية وليست قاعدة حديثية إلى آخره. يعني الألباني يعترف بشنو؟ ابن حبان يوثق المجاهيل، وهذا مجهول وثقه ابن حبان. شكرا لك بعد هذه اللفه وبعد هذه الفره. طيب اخواني الاعزاء، الان دعني اكمل بعد ذلك. رد، خليني اكمل، لا تقاطعني، خليني اكمل موضوع اخر. اسكت اسكت يا رجل، اسكت يا رجل، اسكت يا رجل، اسكت اسكت اسكت. الان اخواني الاعزاء نرجع الى صلب الحديث. صلب الحديث اخواني الاعزاء، عمر بن الخطاب ذكرنا انه رفض امر النبي صلى الله عليه واله بنص صريح. زين، بنص صريح بهذا اللفظ، فرفضها عمر بن الخطاب. النبي أراد أن يكتب، عمر رفض السنة. طيب عمر بن الخطاب رفض، طيب هل رفض السنة مرة واحدة أم عدة مرات؟ شوفوا أخوان الأعزاء الأفاضل، هذا عندنا، هذا كتاب صحيح ابن حبان وبتصحيح الأرناؤوط. طيب يقول ابن حبان، عفوا صحيح ابن حبان، الرواية طويلة، أنا أبدأ من الأخير، هذه الرواية معروفة عند الجميع. يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول فقال أبو الجندل بن سهيل بن عامر يا معشر المسلمين، هذا بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وآله وتكاتب مع سهيل بن عمر، ماذا فعل عمر؟ فقال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي فقلت ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نعطي الدنيا في ديننا؟ رجع فقال له النبي إني رسول الله ولست أعصي ربي وهو ناصري صلى الله عليه وآله. أنا رسول الله أفعل أمر الله، هل اكتفى؟ لا، رجع لأبو بكر. أتيت أبو بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله؟ قال بلى. قلت أولسنا على الحق؟ ما اكتفى بقول النبي وعدوا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ تعال إخواني، فعل النبي، السنة ما هي إخواني؟ قول النبي، فعله وتقريره. النبي في صلح الحديبية قال وفعل وقرر ماذا؟ الصلح مع مشركي مكة. طيب ووقع الصلح. عمر ماذا سمى قول وفعل وتقرير النبي الذي هو سمى، الذي هو سنة؟ سماه بالدنية. الآن نرجع، أعوذ هذا منه سمى دنية؟ منه؟ عمر بن الخطاب يسمي فعل النبي دني. استاذ ميسا، يا سيدنا علي، لا تقاطع، لا تقاطع، لا صارخ، لا انا ادري الكلام موجع، الكلام قاتل، والله الكلام مدمر، هذا الكلام، هذا الكلام قاتل، لا تقاطع، خليني اكمل، لا تقاطع، اسكت اسكت اسكت. لا لا، هذا المفهم، المفهم في شرح صحيح مسلم يا اخواني. تعال شوف شنو قصد عمر بن الخطاب. هذا القرطبي ماذا يقول؟ كمل ونعطيك مجالي، كمل ونعطيك. وقول عمر، وقول عمر، خلينا نرد على من عيوني، كمل من عيوني، كمل من عيوني، تفضل سيدي كمل. وقول عمر، وقول عمر، والله دازين يشوش، والله دازين يشوش، هذا اسكت يا رجل. وقول عمر لمن نعطي الدنية في ديننا، يعني بالدنية الحالة الخسيسة. أعوذ بالله، لا سيدنا تأذينا، سيدنا عمر يقول له الخسيسة، أعوذ بالله. عمر يصف سنة النبي بالخسيسة، أعوذ بالله، يصف فعل النبي، قول النبي بالخسة. السؤال، من هو الخسيس، رسول الله أم عمر؟ ولماذا عمر يرفض سنة رسول الله ويصفها بالخسة؟ أين حديث كتاب الله وسنتي؟ وين حديث كتاب الله وسنتي؟ وين؟ كيف يرفض سنة النبي ويصفها بالخسة؟ بالخسة، سيدكم، رمزكم، صنمكم الثاني، يصف سنتكم بالخسة؟ أنا تذي مشاعر المسلمين، شلون واحد يقول له لا عادي، خلي يزود زيادات من عنده، خسة وغير خسة وغلي يزود. يا رجل ما زيادات، هذا الحديث أمامك،
هذا صحيح ابن حبان تفضل هذا على الشاشة. إذا ما لاب إذا أنت عمى ما تشوف بس نظارات. إذا أنت إذا أنت ما ما تشوف إذا ما تشوف أبو أيوب أبو أيوب إذا ما تشوف افتح عينك شوف الشاشة. فلما نعطي الدنية من ديننا؟ هذا قول من؟ هذا قول عمر، قال عمر ابن الخطاب إلى أن يقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ الدنية يصف فعل النبي من دين. هذا إمامك القرطبي يقول وقول عمر الدنية يعني الحالة الخسيسة. أعوذ بالله أعوذ عمر يصف النبي بالخسة. سيدنا ما تحمل على الكلمات سيدنا عيب يعني. أولا يرفض سنة رسول الله فخالف عليها عمر في رزية الخميس حتى رفضها وصمم عمر على الامتناع وقال حسبنا الله رفض السنة. هنا يصف السنة بالخسة بالحالة الخسيسة. مو فقط هذا ما دام يمي يقول الألباني فهل هنالك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ هذا يستحيل لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب خلافه. فمثلا عمر بن الخطاب في عهد خلافته نهى المسافر لا يجد الماء أن يتيمم ليصلي، ينهى الناس عن اتباع السنة والقرآن، ويقول يظل بدون صلاة شهورا حتى يجد الماء، وكان عمار يفتي بغير ذلك حتى بلغت فتواه مسامع عمر فأرسل إليه فقال له عمار ألا تذكر إنا كنا في سفر فوجب علينا الغسل ولم نجد الماء فتمرغنا في التراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا إلى النبي هاي السنة وقصصنا عليه القصة قال إنما يكفيك أن تضرب كفيك. لماذا خالف أمر النبي في التيمم؟ مو النبي قال أضرب كفيك، ليش شفتي بخلاف ذلك ما يصلي شهورا حتى يجد الماء؟ ها لماذا